بوابة الأهرام، نقرأ رئيس الوزراء يستعرض خطة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في 51 مركزا بمبادرة الرئيس حياة كريمة. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء أمس اجتماعا مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لاستعراض خطة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في 51 مركزا المحددة ضمن جهود الدولة لتطوير القرى المصرية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتنويه إلى حجم الأعمال الضخم الذي سيتم تنفيذه لمد خطوط الصرف الصحي في القرى المستهدفة بهذا المشروع القومي الكبير. ولذا فقد دعا الدكتور مصطفى مدبولي إلى تعبئة وحالة استعداد قصوى لجميع شركات المقاولات التي ستعمل في هذا المشروع القومي، إلى جانب تجهيز أكبر قدر من المعدات اللازمة استعدادا لبدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بتلك القرى. وفي الوقت نفسه كلف الدكتور مصطفى مدبولي بأن يكون هناك مدير للمشروع بكل مركز من هذه المراكز 51 المستهدفة في المرحلة الأولى، على أن يعاونه فريق عمل على مستوى عال من الفاعلية في أداء الأعمال المنوطة بهم، ومطالبا بأن يتم إعداد تقرير يومي بحجم الأعمال الذي يتم تنفيذه.